السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى المحتوى الجديد ديال القناه يكون في المستوى. الى عندكم البنات شي اسئله خليوها لي دائما في التعاليق، الى ما عجبتكم شي حاجه قولوها لي باش نعرف ونحاول نبدلها. سلسله ديال الفولارات بديت فيها هذا الفيديو الثالث، كيف كتشوفوا معايا فيه تنسيقات كاملين بالفولار. كاينين فولارات متنوعين وحتى الجليبات متنوعين، جميع الانواع ديال الخياطات، جميع الانواع ديال الاثواب. كاين جليبات سامبل وكاين جليبات اللي فيهم بحال هذا الشكل اللي دات قبل، الثوب يعني ملون داخلين فيه الوينات. غادي تلقاو في هذا الفيديو الفولار، غتلقاو شنو كيتلبس في الرجال، غتلقاو كذلك الحقائب ولي زاكسيسوار اللي كيتلبسوا مع الجليبات. الخياطات البنات حتى هما ما كاينش شي خياطه محدده، يعني كاع الانواع ديال الخياطات غتلقاوهم في هذا الفيديو. فكنتمنى الفيديو كامل يعجبكم وتكملوه معايا حتى الاخير، والا ما تلقاو اللون ديال جلابتكم في هذا الفيديو لان الفيديو طويل بزاف والموديلات اللي فيه راهم متكررين. غادي نتبعوا الفيديو حتى الاخير وان شاء الله كاملين تستافدوا معايا وكاملين تلقاو الفولار اللي يناسب جلابتكم، ومن تما كديروا ليه سكرين وتقدروا تقلبوا عليه تلقاو ان شاء الله في البلاصه فين كتسكنوا. اللي باقي ما خيطوش الجلابه ديال رمضان ولا جلابه العيد يخليوها ليا في التعليق وغادي نزيدكم موديلات موجودين تبارك الله. كاين الخير هاد السنه، كاينين جليبات طوب شي حاجه اللي صراحه كل جلابه كتنسيك في اللي قبل منها. ما عليكم غير تخليو السؤال ديالكم ولا التعليق ديالكم وانا كنجاوبكم بطبيعه الحال بالفيديو. واخا ما كنجاوبش التعاليق، راه اون فوا كنقرا التعليق كنشوف البنات شنو خاصهم ولا شنو كيعجبهم كثر كنمشي نوجد لهم فيديو حسب الطلب. هانتوما البنات هاد الجلابه كيف جا مع هاد الفولار في لون بيستاج، صراحه جات رائعه جدا. والخياطات كيف قلت لكم كاينين خياطات خفاف بحال هاد الشكل. هانتوما اللون ديال الفولار خارج على لون الجلابه، فقط داخل في هذوك الحجيرات اللي في الجلابه. كاينين الموديلات البنات كيحمقوا بحال هذا الشكل، شوفوا معايا هنا اللون ديال الفولار خارج على لون الجلابه. وكاين عاوتاني الالوان الترابيه في الفولار، كاين البيج، الالوان الترابيه كلهم كيتماشاو مع كاع الالوان. ولا كانوا البنات جليبات سامبل مخيطين اللون في اللون، فكت تاخذوا الفولارات كيكونوا داخلين فيهم لوينات فكيجيو مناسبين اكثر لفصل الصيف. الفيديو اللي من ورا هذا ان شاء الله غادي ننزل لكم فيه مجموعه من الحقائب اللي كاينه واحد التشكيله اللي جميله جدا. كاينين انواع اللي تبارك الله ما شاء الله شي حاجه ديال هذا العام هذا 2020، موديلات جداد بالنسبه للبنات اللي كيعجبوهم السكان كبار. كاينه التشكيله بالسكان اللي كتبغي تهز معاها شي حاجه، وكاينين سكان صغار فقط كيتلبسوا مع الجلابه باش كيعطيونا منظر كيهزو غير شي حاجه قليله. والالوان كيف ديما الالوان اللي غير محدوده، كاع الالوان سواء في الفولارات سواء في الحقائب سواء في الجلالب غادي تلقاو كاع الالوان وكاع الاشكال. هانتوما البنات الالوان الترابيه كيف قلت لكم كتجي رائعه في الفولار.
البنات اللي اول مره كتشوفوا قناتي وبغيتوا تبقاو دائما تكملوا معنا، بغيتوا تكملوا معنا السلسله ديال الفولارات، ديروا ابوني باش يبقاو دائما يوصلوكم الفيديوهات جداد. والناس اللي قدامين معانا راهم عارفين شنو كاين، مرحبا بكم، الف مرحبا. صراحة جلابة كتكون مطوية، ما كتعطيكش اكثر في حال جلابة الا تلبسات. انتم البنات كيف كتشوفوا جلابة الا تحطات ماشي هي ملبوسة، فكتشوفي اللون ديال جلابتك وهو ملبوس، كتشوفي كذلك الفولار اللي بالك مناسب اكثر. بالنسبة للبنات اللي دائما كيسولوني في التعاليق كيقولوا لي عفاك الأثمنة ديال الجلابة، البنات والله أنا راه ما كنبيعش جلالب، كنجاوب بزاف على هذا السؤال في التعاليق، ولكن كيبقى يتكرر كل نهار، فكنبقى ديما نجاوب على هذا السؤال ومع ذلك كيبقى يتكرر. أنا ما كنبيعش جلالب، ما كنخيطهمش، انا فقط عندي باج فيسبوك وفي الانستغرام، البنات اللي خيطات شي جلابه كتشاركها معانا في الجروب، وانا كنشارك معكم الموديلات وكنشارك معكم كذلك شنو كاين هذا العام، شنو دارج في الخياطات. واللي بغات شي مساعده بالنسبه للبنات اللي كيخيطوا جلابه وما كتعرفش شنو دير في الفراش من اللون، فانا كنبقى نجيب لكم فيديوهات من هذا النوع تستافدوا منهم. حتى الخياطات كيبغيو البنات يعرفوا شنو الجديد، شنو كتبغي شي موديل كتقول لك انا عندي جلابه مثلا في اللون الازرق وما كرهتش تحطي ليا فيديوهات في هذا اللون، فانا كنمشي وكنقلب كنعزل الموديلات اللي عجبوني اكثر وكنجمعهم ليكم على شكل فيديو كنشاركهم معاكم. هادشي اللي كاين البنات، ان شاء الله دعيو معايا تيسر الامور، ولي ما لا نديرو شي محل ونبداو نبيعو جلارب، لان الباج فيسبوك اللي عندي فيها غير الخياطات صراحه، كلهم بنات خياطات، وما كرهتش يعني كو كانت الامكانيات ندير محل ونبقى ناخذ من عندهم جلالب. واللي بغات شي جلابه في من البنات اللي عندي في القناه نبقى نصيفط ليهم ونتحركوا علاش لا، ولكن البنات حاليا الغالب الله باقي ما تيسراتش الامور، والله كنتمنى نوصل شي نهار لهذا الحلم هذا. انا كيعجبني بزاف العالم ديال الجلابه المغربيه والقفطان وهادشي ديال الموضه والتخربيق ديال النساء كامل، ولكن صراحه الامكانيات مازال ما معاونينش، ان شاء الله الى من هنا لقدام تيسرات الامور فكنفكر ندير شي محل، وعلاش لا نبقى ندير معكم، نبقى نصور معكم مباشره من المحل، واللي بغات شي حاجه نصيفطها ليها علاش لا. شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا الابداع ديال المعلمات المغربيات في عالم النبات والعقاق وتبارك الله حتى الطرز، فكاينين خصوصا هاد السنه هذه موديلات اللي رائعه جدا. كندخل الانستغرام كندوخ كل مره جديد كل نهار، يعني الموديلات اللي شفتيهم اليوم ما كتعاوديش تشوفيهم غدا، كل الابداعات ديالو كل وحده وشنو كتعطيك تبارك الله ما شاء الله والله، خصوصا العالم ديال التنبات. شكرا بزاف البنات على التعاليق ديالكم على السلسله اللي فاتت ديال الالوان، صراحه البنات كاملين كانوا فرحانين بها، كلهم عجبوهم الموديلات اللي جبت ليهم، كانت سلسله غنيه بالموديلات، الازرق البلوسيال الاصفر البرتقالي الغوز فوشيا الغوز مفتوح الاخضر الابيض الالوان الترابيه البنفسجي، كاع الفيديوهات لقيت فيهم تفاعل مع البنات كلهم عجبوهم الموديلات اللي جبت ليهم. فإلا نسيت شي لون البنات، كانت شي وحده كتنتظر شي تشكيله وما جبتهاش تخليها ليا في تعليق، انا رهن الاشاره الموديلات تبارك الله كلهم موجودين، خاصني غير اشاره منكم.
البنات اللي كيعجبوهم جليبات بالطرز الرباطي، هاد الاسبوع هذا غادي ننزل لكم فيديو خاص بالطرز الرباطي، وفيديو كذلك خاص بلقيق وتنبات، فاللي مهتمين بهذا الموضوع يكونوا معايا في الموعد. وان شاء الله هاد الاسبوع هذا غادي نبرعكم، غنجيب لكم موديلات قمه في الروعه. بالنسبه للبنات اللي كيعجبوهم جليبات سامبل، راه نزلت الفيديو، كنتمنى كاملين تشوفوه. فيه جليبات خفاف بزاف، خياطات خفيفه، عين عقده مستوق، وفيهم راندة عاوتاني خفيفه، وكاينين جليبات اللي فيهم طرز ولكن ماشي شي حاجه اللي مشارجي، كاينين غير طريزات في الجنب. والبارح راه نزلت لكم الفيديو ديال الناس اللي كتبغي جلابه ديال النخوه وداك الشيء عامر وعاطي العين، فالبارح نزلت الفيديو فيه موديلات اللي فيهم الخدمه نيت ديال المعلم، وفيهم كذلك تنبات، شي حاجه اللي باينه، شي حاجه اللي شي حاجه اللي عاطيه العين. راه حطيت لكم الفيديو وسلسله كيف ما قلت لكم ديال الفولارات يلا بديت فيها هذا الاسبوع هذا. هذا هو الفيديو الثالث، اللي بغات تكمل معنا مرحبا والف مرحبا. غنبقى مره ننزل لكم فيديو فيه الفولارات، ومره نبقى ننزل لكم فيديو فيه السيكان. اتبان لكم قولوا لي شنو اللي مهتمين به اكثر، واش السيكان ولا الفولار. حطيت تشكيله بحال هذا الشكل بالنسبه للبنات اللي عندهم قريب عندهم العرس ولا ضريب صداق، فحطيت تشكيله بجليبات في البيج بلون كاسي والابيض، وحطيت كذلك تشكيله بموديلات دو بياس بجليبات بالقفطان، شي حاجه عاوتاني اللي زوينه بزاف. هذا الشيء كنقوله غير البنات اللي عاد انضموا جداد، يعني باقي ما عارفينش المحتوى ديال القناه شنو فيها، فكان كنعاود لكم شنو واقع عندي في القناه، يعني اللي كتبحث على شي حاجه معينه وبغات تعرف تهبط الفيديوهات كاملين في القناه وتشوف، غادي تلقاو كل شيء تبارك الله متوفر. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو موديلات ديال الصيف ماشي جلالب، كيبغيو تسيقات بالفولار، شي حاجه بالصايه ولا ملابس تركيه، فخليوها لي عاوتاني في التعليق ونصوب لكم فيديو ان شاء الله. المهم البنات هادشي اللي كاين، هادو هما الموديلات ديال هاد النهار، كنتمنى كاملين يكونوا عجبوكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ليا، كنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، وكنشكر البنات اللي انضموا لقناتي جداد، فكنقول لكم مرحبا والف مرحبا. وكنبقى ديما كنتمنى ديما نكون في المستوى، ونبقى ديما نجيب لكم الجديد. صافي البنات هادشي اللي كاين، قربنا تقريبا للنهايه ديال الفيديو، نبقاو غير شي موديلات قلال. الا ما عجبتكم شي حاجه فحال ديما راه كنقول لكم خليوها ليا في التعليق، باش حتى انا نعرف راسي واش غاده في الطريق الصحيح ولا نبدل ولا شنو ندير. انا بصراحه كنتعلم منكم وكنتعلم حتى من النصائح ديالكم. بالنسبه للتشكيله اللي قلت لكم ديال الجليبات دو بياس، كانوا كاملين على هذا الشكل، فيهم خدمه خفيفه، وحتى الاثواب اثواب اللي متنوعه البنات. كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو، خليتكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد بحول الله.